احنا حاليا موجودين في موقع لتجربة فريدة وأولى من نوعها في الوادي الجديد. بنستخدم مياه الصرف الزراعي وفي أرض مالحة نوعا ما، في زراعة نوع جديد من القمح اللي هو الإسماعيلية واحد، وده بتقوم به وزارة الري مع بحوث المياه في وزارة الري بالتنسيق مع كلية الزراعة جامعة السويس. والتجربة الحمد لله يعني نجحت وادتنا تجارب، ادتنا نتائج كويسة جدا، بالرغم من زراعة المحصول القمح في موعد غير موعده، كان بعد ميعاده بشهر ونص تقريبا. احنا في الوادي الجديد وفي الداخلة خاصة من زراعة القمح بتتم في تقريبا في من نص 10 لغاية اخر 11. القمح ده اتزرع في اول واحد، والحمد لله الثمار زي ما حضراتكم شايفين يعني ادانا ثمار كويسة، وان شاء الله المنتج او المحصول اللي جاي هنوسع به التجربة في العام القادم ان شاء الله. ودي طبعا تجربة كويسة جدا لانها بتفيدنا ان احنا في الاراضي القديمة على كان بيتم ري بالغمر وفي مياه في بعض المصارف، فاحنا دلوقتي بنستخدم هذه المصارف حتى يعني بنقلل التكلفة في رفع المياه على البرك وما تسببناش مشاكل. فاحنا بناخد المياه بتاعة الصرف الزراعي اولا باول من المصرف وهي عالية الملوحة، ولكن هذه النوعية تتحمل هذه الملوحة، وان شاء الله تكون تجربة مفيدة جدا بتوفر على الدولة نفقات كثيرة جدا من رفع المياه على البرك، ووجود المياه في البرك طبعا بيسبب مشاكل. فان شاء الله في بعد نجاح هذه التجربة وتعميمها في الأعوام القادمة هتكون خطوة كويسة جدا، هتوفر على الدولة مبالغ كبيرة جدا هي بتكلفنا دلوقتي في رفع هذه المياه إلى البرك وفي الأراضي القديمة بالذات يعني.